اختتم اليوم بصنعاء المنتدى الحواري الموسع لمناقشة إقرار مقترح مشروع حقوق النساء في الدستور الجديد وعرض نتائج المنتديين الحواريين في صنعاء وعدن الذي نظمته شبكة النساء المستقلات فوز بالتعاون مع مشروع استجابة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية. بعد عرض المسودة الأولى لمشروع الدستور على ورشتي عمل الأولى في صنعاء والثانية في عدن اختتم اليوم بصنعاء اللقاء الحواري الواسع لمناقشة وإقرار مقترح مشروع حقوق النساء في الدستور الجديد. هذا العمل جاء بناء على جهود طويلة قامت الشبكة بالتحضير لها منذ ما يقرب من عام ضمن الأجندة الوطنية للمرأة وتنفيذا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني لتجسيد حقوق النساء في الدستور كمبادئ عامة وموجهات دستورية. كل إطار الدستور سيأتي محكوما بهذين المحورين، المحور الأول وهو المبدأ الأساس في حقوق الإنسان هو مبدأ المساواة وهو للرجل والمرأة، لكن المرأة هي بحاجة إليه أكثر لكي يزال عنها التمييز، لأن هذا المبدأ ينص على المساواة أمام القانون ويحظر التمييز لأي سبب من الأسباب. 134 مادة بدءا بالحقوق العامة للمرأة وانتهاءا بحقوق الأقليات جاءت كمقترح نهائي لمشروع حقوق وحريات المرأة وفقا لما تضمنته مخرجات الحوار الوطني الشامل بالاستفادة من التجارب الدستور السابق واستيعابها في الدستور القادم. الغرض منها هو تقديمها للجنة صياغة الدستور لتساعدها في كيفية طرح قضايا النساء، لكيفية الاستيعاب قضايا النساء وحقوق النساء في مسودة الدستور القادم إن شاء الله. عملنا دراسة حول مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، نصوص المشروع هذا لم تخرج إطلاقا عن مخرجات الحوار الوطني، وصلنا إلى أكثر من 103 نص دستوري وقانوني في إطار مخرجات الحوار تتكلم عن هذه الحقوق. هذه الحقوق الذي يتم الآن إعادة صياغتها وإرسائها وإعادة المكانة والحقوق للمرأة، ليس فقط نرى أنه تظل موضوعها كنصوص قانونية وإنما يجب أن تطبق في الواقع العملي. الحقوق والحريات مثلت محور اهتمام المرأة اليمنية التي عكفت على صياغتها وبلورتها في الدستور والقانون لتظل مسألة تحقيقها في الواقع مرهونة بمدى تجاوب واستعداد لجنة صياغة الدستور. فائزة العمري، حصاد السعيدة.